للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بداية تحية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب مصر كقوة فاعلة ودافعة للمجتمع المصري في كافة المجالات، كيف تسمن هذا الاهتمام من القيادة السياسية للشباب؟ لا طبعا، هو خلال السنوات الأخيرة، الحقيقة مش السنة دي بس، على مدى السنوات اللي فاتت كان الشباب مندمج تماما فيما يتعلق بخطط التنمية، في مؤتمرات الشباب، في منتدى شباب العالم، مش بس داخل مصر، والتواصل وحوارات ومختلف الأنشطة الحقيقة. وكمان حقيقة الشباب يعني تم تغيير القوانين فيما يتعلق بالدستور، فيما يتعلق بنسب الشباب وخفض السن، فيما يتعلق بالمشاركة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، تعيين نواب محافظين ونواب وزراء من الشباب، تأهيل عدد كبير جدا من الشباب في البرنامج الرئاسي للتأهيل أو في الأكاديمية الوطنية للتدريب، حقيقة بيخلي قدرة الشباب على، وده بيتم انتقاء الشباب المتفوق القادر على أنه مؤهل بشكل جيد، مستوعب لتفاصيل ومفردات العصر. فده كله الحقيقة يعني بينعكس بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، شفناه بينعكس، وبعض النواب المحافظين بقوا محافظين، وبعض النواب الوزراء تقدموا بشكل كبير، بيكونوا خبرات، بيحل المشكلة اللي كانت دائما قائمة بعدم وجود صفوف تانية وتالتة للقيادات، سواء القيادات الإدارية أو القيادات السياسية بشكل عام. كل هذه الأمور الحقيقة، ومؤتمرات الشباب شفنا قدرة الرئيس على تقبل الحوارات وفتح أبواب الحوار وقبول الأفكار الشابة بشكل كبير، يعني حتى هذه المؤتمرات وغيره كانت أفكار شباب وتم الإشادة بها في المحافل الدولية المختلفة. طبعا، وتأهيل فكرة التكريم كثير من الشباب ذوي الأفكار المميزة. كمان حقيقة أنه الشباب كقطاع كبير من المجتمع حصل على الكثير من الخطوات والأماكن والمناصب، المناصب اللي بيقدر يدير من خلالها برامج التنمية، المشروعات، يعني شفنا حتى حياة كريمة بيقوم بإدارته وبالإشراف عليه شباب من كافة من هذه نفس المناطق، القرى والأقاليم المختلفة. نعم. ده بيدي إنه كمان حتى حياة كريمة نفسها، إنه التنمية مش مقتصرة على العاصمة أو عواصم المحافظات، لا، ده بتصل إلى القرى 4600 قرية وأكثر وتوابعهم، والشباب هو اللي بيقوم بده. شفنا زي ما أنت أشرت لفكرة الإشادة الدولية أو الشهادات الدولية المهمة لرصد مثل هذه المؤتمرات بصفاتها طريق لتكسير هذه العلاقة وتقوية العلاقة بين الشباب وبين المجتمع وبين الدولة وبين حتى اكتشاف وفتح الباب لتنظيمات شبابية قادرة على أنها تدير هذه التفاصيل بشكل كبير. وكان فيها جزئية كبيرة جدا من الشفافية من القيادة السياسية عندما تتحدث مع الشباب على الملأ في وجود الحكومة المصرية بكافة حقائبها لحل المشكلات الخاصة بالمواطنين بالطبع والإفادة في داخل المجتمع المصري. إذن عندما نتحدث عن هذه المبادرات الرئاسية وهذه التحركات التي مكنت الشباب المصري، كيف ترى إذن المجتمع المصري ومشاركة الشباب المصري في عمليات التنمية المستدامة داخل الوطن؟ طبعا، هو زي ما أنا أشرت، فكرة حياة كريمة يمكن ده يعني أكبر مبادرة سياسية وتنموية موجودة على مدى السنوات الأخيرة، وشفنا الحقيقة أكثر من مبادرة مهمة جدا، لعل أهمها كانت مبادرة القضاء على فيروس سي، مبادرة 100 مليون صحة، مبادرات مختلفة فيما يتعلق بالتلاميذ والمدارس وغيره. ده برضه بالمناسبة اهتمام بالشباب، لأنهم هم التلاميذ، المدارس هم المستقبل، الوجبة الغذائية. فمثل هذه المبادرات الحقيقة اللي شارك فيها واللي قادها واللي نفذها بشكل محترف جدا كانوا شباب الحقيقة، سواء من الأطباء، سواء من القيادات المختلفة فيما يتعلق بالتنمية. مثل هذه المبادرات، وإحنا قلنا حياة كريمة بتمثل درة هذه المبادرات فيما يتعلق بالتنمية، أنها بتتعلق بأكثر من نصف سكان مصر، إعادة بناء وإعادة صياغة للريف المصري على مستويات مختلفة فيما يتعلق بالطرق، فيما يتعلق بالوحدات الصحية، بالتعليم،
بغيره بيجعل القرية المصرية على اتصال واضح بالعصر، لأنها حتى الإنترنت نفسه فائق السرعة بيصل إلى القرية لأنه مرتبط بعمليات تطوير التعليم وغيره. فإحنا بنتكلم إن المبادرات دي بتفرز كمان، الممارسة هي التي تفرز القيادات الشبابية القادرة على التفاعل وعلى قيادة المجتمع وعلى القيام بدور حقيقي فيما يتعلق بالتنمية وغيره. فإحنا طبعا هذه المبادرات الحقيقة نجحت، وإحنا النهاردة العدد يعني خلال 7 أو 8 سنوات العدد اللي موجود النهاردة وبيشارك وفي الواجهة، وزي ما أنا قلت في مجالس مجلس النواب مجلس الشيوخ التنظيمات المختلفة اتحادات الشباب وغيره، احنا بنشوف عدد كبير جدا بيشارك وفارزة حقيقي للشباب القادر على انه وحتى في تنسيقية شباب الأحزاب وممارسة العمل السياسي بالشكل السليم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع.